محمد منتقى ابن منطقة تنسوت الرقيتية. انطلاق فقرات النشاط ومتتبعاته على التاريخ تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم من طرف القارئ الشيخ. العلماء الأبنية الإبراهيمية الإسلامي والمسيحية واليهودية، مغرب يسير نحو الوحدة والتضامن ومد جسور التواصل مع كل العالم. نحن أمة واحدة، أمة تفتح ذراعيها للجميع، كلكم من آدم وحواء وآدم من تراب. نسير نحو المستقبل الباسم تحت القيادة السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نقوم جميعا للنشيد الوطني. المدرسة بأساليب جديدة تلائم العصر.